وفقا لتقارير وزارة الصحة في قطاع غزة، بلغت حصيلة هذا الهجوم حتى الآن 118 شهيدا و760 إصابة، بينهم العشرات في حالة خطيرة. وبسبب نقص القدرات الطبية المحلية، من المتوقع أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع. الإصابات صراحة كانت يعني توحي بأن هناك إطلاق نار مباشر على المواطنين الذين كانوا يلحقون لقمة العيش. كان هناك الكثير من الإصابات التي أصيبت بأعيرة نارية واضحة جدا، كان هناك كثير من الإصابات التي أصيبت بشظايا نتيجة قصف مدفعي، جلها يعني كانت إصابات بليغة احتاجت إلى عمليات، احتاجت إلى عناية مركزة. طبعا حاولنا بكل استطاعتنا أن نعمل على معالجة المرضى في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعني يعاني منها مستشفى الشفاء، من نقص الكادر الطبي ونقص المعدات الطبية ونقص غرف العمليات ونقص وانعدام العناية المركزة وانعدام الخدمات الصحية بشكل عام.